السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنستكمل ان شاء الله مادة الاقتصاد القياسي، وناخد موضوع مهم جدا كبير جدا اسمه الانحدار المتعدد. الانحدار المتعدد معناه ان في متغيرين مستقلين سين واحد وسين اتنين او اكتر يؤثروا في المتغير التابع واي. ده غير الانحدار البسيط، كان فيه متغير واحد بس س يؤثر في ص، لكن دلوقتي عندنا س واحد وس اتنين يؤثروا في ايه؟ في ص. احنا عندنا تقدير النموذج، يعني تقدير المعالم واختبار النموذج والتقدير من النموذج واستنباط معامل التحديد ومعامل الارتباط المتعدد وإيجاد المرونة وإيجاد الارتباط المتعدد وإيجاد الارتباط الجزئي إن شاء الله. أول حاجة تقدير النموذج، تقدير النموذج يعني تقدير المعالم بتاعته اللي هي ألف هات و واحد هات و ب اتنين. طبعا زي ما قلت لحضراتكم الانحدار المتعدد معناه إن في متغيرين مستقلين أو أكتر يؤثران في المتغير التابع ص. النموذج هيبقى شكله عامل كده، ص هات بتساوي ألف هات زائد ب واحد س واحد زائد ب اتنين س اتنين. عشان أقدر النموذج الأول عايز أقدر ال ب واحد هات و ب اتنين هات. عشان اقدر ب واحد هات و ب اتنين هات بنحل معادلتين مع بعض. المعادلتين دول عبارة عن، حضراتكم عارفين كان في تلات مجاميع قبل كده قلت لحضراتكم تعرفوهم في الانحدار البسيط. المجموع الاولاني اللي هو كنا بنكتبه بالاسود اللي هو مجلس س ناقص س شرطة في ص ناقص ص شرطة، قلت لحضرتك ده كان بيساوي مجلس س ناقص مجلس س مجلس ص على نون. وقلت لحضرتك المجموع التاني كان كنا بنكتبه بالازرق اللي هو مجلس س ناقص س شرطة كل تربيع، اللي هو كان بيساوي مجلس س تربيع ناقص مجلس س كل تربيع اللي فوق بس على نون. المجموع التالت اللي كنا بنكتبه بالاحمر الخاص بالتغير الكلي اللي هو كان مج افتح قوس صاد ناقص صاد شرطة كل تربيع، اللي هو كان بيساوي مج صاد تربيع ناقص مج صاد كل تربيع اللي فوق بس، مج صاد كان بيساوي مج صاد تربيع ناقص مج صاد كل تربيع اللي فوق بس على نون. الحقيقة امتدادا لهذا الكلام انا قلت لحضراتكم اخر مرة تجيبولي قلم اخضر عشان يبقى عندنا اربع الوان، الاسود والازرق والاخضر والاحمر. احنا كان عندنا قبل كده ثلاث الوان. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل ست مجاميع. هنعمل ايه؟ ست مجاميع. يعني المجموع الاولاني الاسود اللي هو مجلس س ناقص س شرطه في ص ناقص ص شرطه هنعمله اتنين، هنعمله مجموعين، مجلس س ناقص س شرطه في ص ناقص ص شرطه الخاص بس واحد ومجلس س ناقص س شرطه في ص ناقص ص شرطه الخاص بس اتنين. هيبقى عندنا اتنين سود دلوقتي، مجلس س ناقص س شرطه في ص ناقص ص شرطه الاتنين سود، الاولاني خاص بس واحد والتاني خاص بس اتنين. ومجلس س ناقص س شرطه كل تربيع الازرق هنعمله برضه اتنين سود، واحد خاص بس ناقص س شرطه واحد والتاني س اتنين. يعني الاولاني الازرق يبقى مجلسين ايه؟ مجلس س ناقص س شرطه كل تربيع بالنسبه لس واحد، ومجلس س ناقص س شرطه كل تربيع بالنسبه لس اتنين. يبقى كده عندنا اربع مجاميع، اتنين سود واتنين زر. اما بالنسبه للاخضر بقى جديد اللي قلت لحضراتكم تجيبوا لي قلم اخضر عشان ما حصلش نصيب ان احنا ناخد المحاضره، اللي هو مجلس س ناقص س شرطه في س ناقص س شرطه، الاولاني واحد والتاني اتنين. يعني مجلس س ناقص س شرطه وحايد في س ناقص س شرطه اتنينات. ده المجموع الخامس. اما المجموع السادس اللي هو الاحمر بقى اللي هو مجلس س ناقص س شرطه كل تربيع اللي هو بتاع
التغير الكلي. فهو يبقى دلوقتي احنا عندنا 6 وجميع، 2 سود و2 زر وواحد اخضر واحد احمر. السود مجلسين ناقصين شرطة وصاد ناقصات شرطة، واحد حايد والتاني اتنينات. والزر مجلسين ناقصين شرطة كل تربيع، واحد وحايد والتاني اتنينات، يبقى كده 4. والمجموع الخامس اللي هو الاخضر مجلسين ناقصين شرطة وصاد ناقصين شرطة، القوس الاولاني وحايد والتاني اتنينات. والمجموع السادس مجلس صاد ناقصات شرطة كل تربيع. الحقيقة حضراتكم عشان نقدر به واحد وبه اتنين بنحل معادلتين مع بعض. المعادلة الأولانية مجلسين ناقصين شرطة وصاد ناقصات شرطة، المعادلة التانية ده على اليمين الطرف الأيمن برضو مجلسين ناقصين شرطة وصاد ناقصات شرطة، بس الأولاني السين وحايد والتاني السين اتنينات يساوي تحت يساوي. أنا بحاول أحفظكم معادلتين، به واحد به واحد، مسافة فاضية زائد زائد ب 2 ب 2. يبقى الاول بنكتب الاسود مجلسين ناقصين شرطه في صاد ناقصات شرطه يساوي ب 1 مسافه فاضيه زائد ب 2 مسافه فاضيه. المعادله الثانيه مجلسين ناقصين شرطه في صاد ناقصات شرطه سودا برضو، يعني هيساوي ب 1 مسافه فاضيه زائد ب 2. بعد كده نكتب الازرق قدام به واحد، المسافة الفاضية اللي قدام به واحد هنكتب مجلسين ناقصين شرطة كل تربيع. المقص بقى قدام به اتنين في المعادلة التانية هنكتب مجلسين ناقصين شرطة كل تربيع برضو، يعني مجلسين ناقصين شرطة كل تربيع أزرق وأزرق. بالنسبة للمقص التاني، المقص التاني اللي هو فوق هنكتب مجلسين ناقصين شرطة في س ناقصين شرطة، بس دي المفروض نكتبها بالأخضر، بس مفيش قلم أخضر دلوقتي. المقص التاني مجلسين ناقصين شرطة في س ناقصين شرطة، وبرضو تحت قدام ب واحد مجلسين ناقصين شرطة في س ناقصين شرطة. المعادلة الأولانية خاصة بس واحد، فهكتب الوحايد بقى، يعني كل س أكتب واحد 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 واحد. مش معقول بعد كده يبقى واحد واحد، لازم يبقى اتنين اتنين، وإلا كنت عملتها كل تربيع. يبقى بالنسبة للمعادلة الأولانية هكتب على كل س واحد 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 اتنين اتنين. بالنسبة للمعادلة التانية خاصة بس اتنين، فهكتب عند س مش ص، س هي اللي بتاخد واحد واتنينات، الص ما بتاخدش حاجة، الص هي ص واحدة بس. المعادلة التانية هكتب على س اتنين اتنين، هنا في قوسين مضروبين في بعض زي بعض، يبقى أكيد الأولاني واحد والتاني اتنينات. والاخرانيه هتبقى س اتنين اتنين. او احفظها باي طريقه تعجبك بقى. بالنسبه ده كده احنا نجيب ب واحد وب اتنين. عشان نجيب الف، الف هتساوي ص شرطه ناقص ب س شرطه ناقص كمان ب س شرطه. الله، دي احنا خدناها قبل كده. احنا خدنا الف، الف هتساوي ص شرطه ناقص ب س شرطه، بس هنا عندي سنين وهين، يبقى ألف هتساوي ص شرطة ناقص ب س شرطة ناقص كمان ب س شرطة. ب الأولانية واحد س واحد، والتانية ب اتنين س اتنين، يعني كأن ألف هتساوي ص شرطة ناقص ب واحد س شرطة واحد ناقص ب اتنين س شرطة اتنين. بكده يعني لما نحل المعادلتين مع بعض نطلع ب واحد و اتنين، وبعدين نقدر ألف هتلاقي ص شرطة هتساوي ب واحد س شرطة واحد زائد ب اتنين س شرطة اتنين. بكده نقدر نقدر المعالم النموذج أو نقدر النموذج. كمثال لهذا الكلام كل سعادتك صاحبة عين عشوائية من 6 مفردات، وكان صاد معناها المبيعات، وسين واحد معناها السعر، وسين اتنين معناها الدخل. ومديني قيم صاد 1 2 3 4 3 5، وسين 1 1 1 2 2 3 3، وسين 2 1 2 3 3 4 5. المطلوب تقدير نموذج الانحدار الخطي المتعدد بطريقه المربعات الصغرى. احنا ما عندناش غير طريقه المربعات الصغرى، فالكلمه دي بالذات اهميه، يعني ما عندناش طرق ثانيه. تقدير نموذج الانحدار الخطي المتعدد واجراء
الاختبارات اللازمة للتنبؤ والتنبؤ بالمبيعات، إذا كان السعر سين بيساوي 5 والدخل بيساوي 8، وفيه النظرية مدهاني فيه درجات حرية 2 و3 بيساوي 9 و12%. الحل هو مديني 3 أعمدة صاد وسين واحد وسين اتنين، بعمله 3 أعمدة وبعمل كمان 6 أعمدة. ال3 أعمدة الأولانيين هو مديهمني الصاد وسين واحد وسين اتنين. ال3 أعمدة التانيين عبارة عن إيه؟ بندربهم في بعض، بنضرب صاد في سين واحد وصاد في سين اتنين وسين واحد في سين اتنين. ال3 أعمدة الأولانيين مديهمني، ال3 أعمدة التانيين أنا بضرب ال3 أعمدة اللي مديهمني في بعض، صاد في سين واحد وصاد في سين اتنين وسين واحد في سين اتنين. ال3 أعمدة الأخرانية بربع بقى الأعمدة اللي هو مديهاني، صاد هتبقى صاد تربيع وسين واحد تربيع وسين اتنين تربيع. يعني هما 9 أعمدة، 3 أعمدة مديهمني و3 أعمدة اللي بعديهم بضربهم في بعض واللي بعديهم بربعهم يبقوا 9 وأجمعهم، هيطلع عندي صاد مجموع صاد 18 ومجموع سين واحد 12 ومجموع سين 3 18، صاد سين واحد 41، صاد سين 2 63، سين واحد سين 2 42، مجموع صاد تربيع 64 وسين واحد تربيع 28، مجموع سين 2 تربيع 64. أنا هدفي الأساسي إن أنا أقدر معالم النموذج، يعني أقدر الألف والب واحد واتنين. ما اقدرش اجيب الالف والباء واحد واثنين غير لما عندي المجاميع الستة السابقة، اتنين سود واتنين زول وواحد اخضر وواحد احمر. لازم الاول اجيب المجاميع الستة، والمجاميع الستة دول هجيب منهم الباء واحد وباء اتنين عن طريق حل المعادلتين، وبعد اجيب الف عن طريق القانون اللي بيقول ان الف هات هتساوي ص شرطة ناقص ب واحد س شرطة واحد ناقص ب س شرطة اتنين. انا كده جبت المجاميع الرفيعة اللي هي مجموع صاد مجموع سين واحد وسين اتنين مجموع سين واحد صاد وسين اتنين صاد وهكذا. طبعا النون عندي هنا 6 اللي هو حجم العينة، يبقى هنا كأن عندي حجم العينة 6، وعندي المجاميع الصغيرة مجد صاد ومجد سين واحد ومجد سين اتنين ومجد صاد سين واحد ومجد صاد سين اتنين وهكذا. عشان اجيب مجموعين الست الاول بجيب مجموعين السود اللي هو اول واحد مجلسين ناقصين شرطة في صاد ناقص شرطة وحايد، يعني السين تبقى واحد، مجلسين ناقصين شرطة في صاد ناقص شرطة دي كانت بتساوي مجلسين صاد ناقص مجلسين مجلس صاد على النون. لما اعوض مجلسين واحد صاد اعوض عنها بواحد واربعين، مجلسين واحد اتناشر، مجد صاد 18 على 6 يطلع 5، يعني المجموع الاولاني يطلع 5، المجموع الاولاني الاسود. المجموع الثاني الاسود زي بالظبط بس سين 2. مجد سين ناقص سين شرطه في صاد ناقص صاد شرطه اتنينات، تبقى مجد سين صاد ناقص مجد سين مجد صاد على نون، بس كل سين تاخد 2. لما اعوض بقى مجد سين 2 صاد من الجدول السابق كان بيساوي 63 ناقص مجد سين 2 18 ومجد صاد 18 على نون على 6 يطلع 9. يعني كأن المجموع الأولاني الأسود 5، المجموع الثاني الأسود طلع 9. المجموع الثالث اللي هو الأزرق مجلسين ناقصين شرطة كل تربيع وحايد، مجلسين واحد تربيع ناقص مجلسين واحد كل تربيع اللي فوق بس على النون، يعني 28 ناقص 12 كل تربيع على 6 يطلع 4. يبقى كأن المجموع الثالث الأزرق يساوي 4. المجموع الرابع الأزرق زي المجموع الثالث بالظبط، بس بدل ما سين واحد سين تبقى سين اتنين، مجلسين ناقصين شرطة كل تربيع اتنينات هتبقى مجلسين تربيع ناقص مجلسين كل تربيع اللي هو بس على نون اللي خاصة بسين اتنين، 64 ناقص 18 تربيع على 6 يبقى 10. يبقى لغاية دلوقتي الحمد لله نجحت في إن أنا أجيب 4 مجاميع، 2 سود اللي هما 5 و9 واتنين زور 4 و10. المجموع الخامس اللي هو بالأخضر، بس مفيش قلم أخضر هنا اهوت، بس يعني اللي هو مجلسين ناقصين شرطة في سين ناقصين شرطة كلها سينات، ده وحايد السين الأولاني واحد خش التاني السين اتنين، دي القانون بتاعها هتبقى مجلسين واحد سين اتنين ناقص مجلسين واحد مجلسين اتنين على نون، يعني 42 ناقص 12 في 18 على 6 يطلع 6. يعني المجموع الأخضر نمرة 5، أنا كاتب هو عامل لك ده المفروض يبقى بالأخضر.
ستة. آخر مجموع اللي هو مقصد ناقص الشرطة كل تربيع اللي هو الخاص بالتغير الكلي، هتبقى مقصد تربيع ناقص مقصد كل تربيع اللي فوق بس على العنوان، يبقى 64 ناقص 18 كل تربيع على 6 يطلع 10. يبقى أنا كده الحمد لله رب العالمين جبت 6 مجاميع، 2 سود و2 زرق و1 أخضر و1 أحمر. 2 سود الأولانيين 5 و9، الاتنين الزرق التانيين 4 و10، المجموع الخامس الأخضر 6، المجموع السادس الأحمر 10. يبقى دي أول خطوة لتقدير معالم النموذج، بنجيب المجاميع الستة. عشان أقدر به واحد وبه اتنين، طبعا هو اسمه به واحد هات وبه اتنين هات، انا لما اقول به واحد واتنين او اكتب به واحد واتنين اقصد به واحد هات وبه اتنين هات. به الحقيقية لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، لكن به اللي احنا بنشتغل عليها دي كلها به هات، اللي هي به المقدرة. عشان اقدرهم بحل المعادلتين السابقتين مع بعض، المعادلة الاولانية مقاسين ناقصين شرطة في صاد ناقص شرطة واحد اللي هي 5 المجموع الأولاني، أو تقدر تقول إيه ببساطة المعادلتين دول عبارة عن إيه؟ المجموع الأولاني وتحتيه المجموع التاني يساوي ويساوي مسافة بكتب به واحد تحتيها به واحد زائد تحتيها زائد به اتنين تحتيها به اتنين. بالنسبة لل الرقم اللي قدام به واحد الاولاني اللي هو المجموع التالت اللي هو مقاسين ناقصين شرطة كل تربيع وحايد، المقص بتاعه اللي هو العشرة مقاسين ناقصين شرطة كل تربيع اتنينات. بالنسبة للمقص التاني اللي قدام به اتنين اللي هو المجموع الخامس اللي هو 6 و6، دي دول زي بعض بقى. يعني ساعتك لما تيجي تكتب المعادلتين كده، تكتب المعادلتين كده على طول بدون مجهود، فتكتب المجموع الأولاني وتحتيه المجموع التاني الأسود والأسود يساوي ويساوي مسافة به واحد زائد مسافة به اتنين. وبرضه بالنسبة للمعادلة التانية المجموع التاني يساوي مسافة به واحد زائد مسافة به اتنين. بالنسبة للمقص الأولاني المجموع الثالث والمجموع الرابع، المقص الثاني زي بعض ورقمين زي بعض بالظبط اللي هو المجموع الخامس اللي هو 6 و6. بقى عندي المعادلة الأولانية والمعادلة الثانية، عايز أحلهم مع بعض. أحلهم مع بعض إزاي؟ طبعا ببساطة هضرب المعادلة الأولانية في 6 والمعادلة الثانية في 4 عشان أعرف أطرحهم من بعض. اللي هضرب المعادلة الأولانية في 6 والمعادلة التانية في 4، المعادلة الأولانية بتضربها في 6 يبقى 5 في 6 ب 30 بتساوي 24 ب 1 زائد 36 ب 2، المعادلة التانية لما اضربها في 4 هيبقى 36 هتساوي 24 ب 1 زائد 40 ب 2. أطرح المعادلتين من بعض أغير إشارات اللي تحت مثلا، يبقى ناقص 36 بالناقص 24 بالناقص يبقى 40 بالناقص، هيبقى 36 بالناقص 30 بالزائد يبقى سالب 6 هتساوي ناقص 4 ب 2، يبقى ب 2 او ب 2 هات هتساوي ناقص 6 على ناقص 4 يبقى ب 1.5. جبنا ب 2 او ب 2 هات 1.5، بعوض في المعادله الاولى عن ب 2 ب 1.5. دايما المعادله الاولى لو عوضت في اي معادله ينفع، بس المعادله الاولى دايما هي اسهل معادله. لو عوضت في المعادله الاولى عن ب 2 ب 1.5 هتبقى 5 تساوي 4 ب 1 زائد 6 في 1.5، يعني 5 بتساوي 4 ب 1 زائد 9، التسعة هتروح الناحية التانية بالسالب، 5 ناقص 9 بتساوي 4 ب 1، يبقى ناقص 4 هتساوي 4 ب 1، يبقى ب 1 يساوي -1. الحمد لله رب العالمين أنا كده نجحت في إن أنا أقدر ب 1 هات طلعت -1 وب 2 هات تطلع تطلع 1.5، به واحد سالب واحد وب اتنين بتساوي 1.5. ناقص لي ان انا اجيب الف واحد الف هات، الف هات هتساوي صاد شرطة
ناقص ب واحد س شرطة واحد، ناقص ب اتنين س شرطة اتنين. أي فاز زي ما قلت لحضرتك قبل كده هتساوي س شرطة ناقص ب واحد س شرطة واحد ناقص ب اتنين س شرطة اتنين. أنا جبت ب واحد و اتنين، يبقى ناقص لي ص شرطة وس شرطة واحد وس شرطة اتنين. ص شرطة أنتوا عارفين حضراتكم دي الوسط الحسابي لص مجد ص على ن، وس شرطة واحد الوسط الحسابي لس واحد مجد س واحد على ن، وس شرطة اتنين مجد س اتنين على ن. أجيبهم في الهامش كده، ص شرطة بس 12 على 6 فيها 3، س شرطة واحد 12 على 6 فيها 2، س شرطة اتنين 18 على 6 فيها 3. هتبقى ألف هات هتساوي ص شرطة اللي هي 3 ناقص ب واحد، يبقى ناقص ناقص واحد في اتنين ناقص واحد ونص في تلاتة، يبقى ألف هتطلع نص. يبقى كده أنا جبت الألف والب واحد والب اتنين، ألف نص وب واحد كانت بتساوي ناقص واحد وب اتنين بتساوي واحد ونص. يبقى النموذج أو المعادلة زي ما حضراتكم شايفين ص هتساوي نص ناقص س واحد زائد واحد ونص س اتنين. ده بالنسبة للنموذج. طبعا نص ناقص س واحد لأن ب واحد بيساوي ناقص واحد، فتبقى ناقص واحد، تبقى ناقص س واحد. بعد كده الاختبارات. الحقيقة في نوعين من الاختبارات، في اختبار المعيار الاقتصادي المسبق وفي الاختبارات الإحصائية، نوعين أساسيين من الاختبارات. عشان اختبر هذا النموذج قبل التنبؤ لابد ان يجتاز هذا النموذج نوعين من الاختبارات، اختبار المعيار الاقتصادي المسبق وكذلك الاختبارات الاحصائيه. الاختبارات مش اختبار واحد، الاختبارات الاحصائيه هي اختبار جوهريه النموذج ككل واختبار جوهريه كل متغير مستقل على حده. فعايزين نشوف ايه الاختبارات دي وكيف تختبر. اولا اختبار المعيار الاقتصادي المسبق. اختبار المعيار الاقتصادي المسبق اللي هو اختبار الاشارات، هنشوف الاشارات مظبوطة ولا لأ. يعني بالنسبة اختبار إشارات إيه؟ اختبار إشارة س واحد وس اتنين على حسب النظرية الاقتصادية. النظرية الاقتصادية كانت تفترض أن العلاقة بين السعر والمبيعات علاقة عكسية. أنا عندي ص معناها المبيعات وس واحد معناها السعر. النظرية الاقتصادية تفترض أن العلاقة عكسية، يعني لما يزيد السعر بتقل المبيعات ولما يقل السعر تزيد المبيعات، علاقة عكسية. يعني لابد أن تكون الإشارة بالسالب، إشارة س واحد لابد أن تكون بالسالب لأن النظرية الاقتصادية تفترض أن العلاقة عكسية. طبعا حضراتكم هنا تلاحظوا أن إشارة س واحد بالسالب ودوت يتمشى مع افتراضات النظرية الاقتصادية ولا يخالف معطيات النظرية الاقتصادية. فأقول له أولا حيث أن هناك علاقة عكسية بين السعر والمبيعات، ده النظرية الاقتصادية اللي بتقول كده، وحيث أن إشارة ب واحد هات سالبة إذا النموذج لا يخالف المعيار الاقتصادي المسبق. ده نمرة واحد. كذلك بالنسبة لسين اتنين، سين اتنين في التمرين قال إن سين اتنين معناها الدخل، والعلاقة بين الدخل والمبيعات النظرية الاقتصادية تفترض أنها علاقة طردية. طردية يعني بالزائد. ليه؟ لأن كل ما يزيد الدخل بتزيد المبيعات. النظرية الاقتصادية بتقول إن العلاقة طردية، يبقى إشارة س اتنين لابد أن تكون إشارة موجبة، وهي كذلك س اتنين إشارتها موجبة. إذن هذه الإشارة لا تخالف افتراضات النظرية الاقتصادية.
فهنا هقول له ثانيا حيث ان هناك علاقه فرديه بين الدخل والمبيعات، وهذه العلاقه تفترضها النظريه الاقتصاديه طبعا، حيث ان اشاره ب 2 موجبه اذا النموذج لا يخالف المعيار الاقتصادي. من 1 و2 اذا النموذج لا يخالف النظريه الاقتصاديه، ده اسمه هذا الاختبار يسمى اختبار المعيار الاقتصادي المسبق. قبل ما نعمل اي اختبارات احصائيه نشوف النموذج يتمشى مع افتراضات النظريه الاقتصاديه ولا لا. والله لو يتمشى مع افتراضات النظريه الاقتصاديه خلاص يبقى الاختبار ده، يبقى النموذج ده اجتاز هذا المعيار. بعد كده مفروض نختبر النموذج طبقا للاختبارات الإحصائية، الاختبارات وليس اختبار واحد. الاختبارات الإحصائية عندنا نوعين من الاختبارات زي ما حضرتك هتشوف. الاختبارات الإحصائية نوعين من الاختبارات، الاختبار الأولاني اختبار جوهرية النموذج إحصائيا ككل على بعض وكده، يعني سين واحد وسين اتنين مع بعض بيأثروا في صاد ولا لأ، ده اللي هو اختبار فيه زي اللي خدناه قبل كده. نفس اختبار فيه، اختبار فيه دوت اختبار جوهرية النموذج كان فيه 3 خطوات. أول حاجة بنجيب التغير الراجع للانحدار، التغير المفسر أو التغير المشروح. التغير المفسر او المشروح او الراجع للانحدار كنا بنقول ده بيساوي ب مضروب في مجلسين ناقصين شرطه في صاد ناقصات شرطه، بس هنا عندي بهين يبقى ب واحد تغير الراجع للانحدار يبقى ب واحد في مجلسين ناقصين شرطه في صاد ناقصات شرطه وحايد زائد ب اتنين في مجلسين ناقصين شرطه في صاد ناقصات شرطه اتنينات. يعني كأن التغير الراجع للانحدار عباره عن جزئين، الجزء الاولاني خاص بسين واحد والجزء الثاني خاص بسين اتنين، أو كأنه ب واحد في المجموع الأولاني الأسود زائد ب اتنين في المجموع الثاني برضه الأسود، أو كأنه هتساوي سالب واحد في 5 زائد 1.5 في المجموع الثاني اللي هو كان المجموع الثاني كان 9. يعني كأن التدرج على الانحدار ب واحد في المجموع الأولاني زائد ب اتنين في المجموع الثاني يساوي 8.5. ده التغير الراجع للانحدار او التغير المفصل او المشروع. الحاجه الثانيه، الخطوه الثانيه في اختبار جوهريه النموذج ككل، بنجيب حاجه اسمها التغير الكلي اللي هو كان لونه احمر اللي هو مجلسات ناقصات شرطه كل تربيع اللي هو المجموع الاخير اللي هو كان عندي في التمرين ده بيساوي 10. يبقى احنا كده عملنا خطوتين في اختبار جوهريه النموذج ككل. الخطوة الثالثة كنا بنجيب جدول اسمه جدول تحليل التباين، هو نفس الجدول، مصدر التغير الراجع للانحدار والجوهري الكلي أو SS regression يعني، والباقي اللي هو SS error والتوتال SS total اللي هو الكلي يعني، مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات أو التباين وفيه نجمة المحسوبة، ده العمود الأخراني الخامس، 5 أعمدة. مجموع المربعات الكلي كان 10 اللي هو الأحمر، مجموع المربعات الراجع للانحدار كان 8.5، يبقى الباقي الفرق بينهم اللي هو 1.5. درجات الحرية، درجات الحرية هي نفس القوانين، درجات الحرية بالنسبة للتغير الراجع للانحدار كان كاف ناقص 1، بس خلي بالك هنا كاف كانوا 3 بقى، كاف يبقوا 3 اللي هو صاد وسين 1 وسين 2، في الانحدار البسيط كانوا كاف 2 صاد وسين بس. يبقى درجات الحرية هنا كاف ناقص 1، كاف ناقص 1 يعني 3 ناقص 1 2، والبواقي كانت 2 ناقص كاف، ممكن 6 ناقص 3 ب 3، والكل كان 2 ناقص 1 يبقى 5، وفعلا 2 و3 5. متوسط المربعات أو التباين اللي هي العمود 2 على العمود 3 يعني 8.5 على 2 في 4 وربع عفوا 1.5 على 3 في 5. بالنسبة لفيه نجمة المحسوبة هتساوي 4.25 على النص فيها 8.5.
طبعا هنتخذ القرار عن طريق ان احنا نقارن فيه نجمه المحسوبه بفهم النظريه. والله لو فيه نجمه المحسوبه اكبر من او يساوي فهم النظريه يبقى النموذج اجتاز هذا الاختبار، او ان النموذج جوهري احصائيا ككل، والعكس صحيح. طبعا فيه النظرية هنا مدهاني جيفن في التمرين بيقول ان فيه ضربات حرارية 2 و3 بتساوي 9. هتلاحظوا حضراتكم ان فيه المحسوب اصغر من فيه النظرية، اذا النموذج غير جوهري احصائيا ولا يصلح للتنبؤ، والفا بتساوي 5%. يبقى النموذج هنا لم يستطع ان يجتاز الاختبار الإحصائي الأول. لو النموذج ما قدرش، يعني عندنا كده 3 اختبارات، اختبار واحد خاص بالنظرية الاقتصادية واختبارين خاصين بالنظرية الإحصائية. لو النموذج لم يستطع اختبار أي واحد منهم، يعني يكفي واحد بس منهم، يبقى النموذج لا يصلح للتنبؤ. يبقى إذن هنا النموذج نتوقف ولا نتنبأ ونقول إن النموذج غير جوهري إحصائيا ولا يصلح للتنبؤ. أما إذا كان فيه المحسوب أكبر من فيه النظرية أو يساويها، فنعمل الاختبار الثالث اللي هو اختبار الإحصاء الثالث، اللي هو عبارة عن اختبار جوهري كل متغير مستقل على حدة، كما سنرى في التمارين القادمة إن شاء الله. في مثال تاني هنا مديني نموذج جاهز ويقول لي اعمل الاختبارات الإحصائية عشان يوفر عليها خطوة، ويقول لي عينة عشوائية من 13 مفردة، يعني نون ب13، قدر نموذج انحدار متعدد للمبيعات فكان صاد هات هتساوي 228 من 1000 سالب 2 من 10 س 1 زائد نص س 2. طبعا هنا مديني س 1 اشارته للسالب وس 1 قال ان هي السعر، يبقى في العلاقة العكسية بقى مظبوط كده بالسالب، وس 2 معناها الدخل اشارتها بالموجب، وهي فعلا بالموجب. يبقى اذا كده النموذج يجتاز اختبارات النظرية الاقتصادية او المعيار الاقتصادي المسبق. انا بقرأ كده، بقرأ النموذج قبل ما احل، قبل ما يقول لي اي حاجة، بشوفه ماشي معايا ولا مش ماشي. من ب13 هو كده اجتاز اختبارات النظرية الاقتصادية. بعد كده مديني المجاميع الستة حضراتكم عشان سهل عليا الامور، بيقول لي المجلسين ناقصين شرطة في صدنا نص شرطة واحد بيساوي 20.8، والمجموع التاني الأسود مجلسين ناقصين شرطة في صدنا نص شرطة 2.27. مدين المجموعين الزر اللي هو مجلسين ناقصين شرطة كل تربيع وحايد، ومجلسين ناقصين شرطة كل تربيع اتنينات، مديهم لي 56.80. مدين المجموع الأحمر اللي هو مجلسين ناقصين شرطة كل تربيع اللي هو طارق كل كان 9.5، والمجموع الأخضر مجلسين ناقصين شرطة في س ناقصين شرطة كان 64. مديني كذلك عين ب واحد وعين ب اتنين، هقول لكم ايه يعني ايه عين ب واحد عين ب اتنين دي بعد كده. مديني مجموع ص 64 من 100، ومجموع س 1 3.12، ومجموع س 2 2.8 من 100. طالب مني الاختبارات اللازمه للتنبؤ، والتنبؤ بقيمة ص إذا علمت إن س 1 3 وس 2 بتساوي 10، ومديني فيه النظرية وت النظرية.
بالنسبة للاختبارات الإحصائية، في اختبار فيه اختبارتين، اختبار جوهرية النموذج ككل واختبار كل مدرج مستقل على حاله. اختبار جوهرية النموذج ككل اللي هو اختبار فيه ده 3 خطوات زي ما قلنا قبل كده. الخطوة الأولانية بنجيب الطاير أو المفصل أو المشروح أو الراجع للانحدار أو SSR SS Regression ده كان بيساوي ب مجلس النقص مش عارف قصاد نقص شرط. هنا انا عندي متغيرين يبقى به 1 في مجلسين ناقصين شرط افصاد ناقص شرط واحد زائد به 2 في مجلسين ناقصين شرط افصاد ناقص شرط 2 تلات تساوي به 1 اللي هو في النموذج 2 من 10 سالب 2 من 10 في 20 8 من 10 زائد به 2 زائد نص في 27 2 من 10 تطلع 9 و44. خلي بال حضراتكم دي مجموع مربعات لازم تطلع موجبة. 3 9 44 والتغير الكلي حضراتكم عارفينه اللي هو مجلس ناقص شرط كل تربيع اللي هو المجموع الأحمر اللي هو مديون في التمرين كان 9.5. بعد كده الخطوة الثالثة بنعمل جدول تحليل التباين. جدول تحليل التباين عبارة عن 5 أعمدة زي ما حضراتكم عارفين، في التغير في الانحدار البسيط، مصدر التغير، مجموع المربعات، درجات الحرية، متوسط المربعات أو التباين، وفي نجمة المحسوبة. مصدر التغير في الرجع للانحدار والبوايا والكلي أو SSR و SSE و SST. مجموع المربعات بتاع الانحدار هو 9.44 والكلي كان 9.5 والفرق بينهم 6% اللي هي البوايا. درجات الحرية الأولانية كف ناقص واحد، 3 ناقص 1 لأن عدد المتغيرات كف 3، صاد وسين 1 وسين 2، 3 ناقص 1 ب2، ونون ناقص كاف 13 ناقص 3 ب10، ونون ناقص واحد 13 ناقص 1 ب12. متوسط المربعات أو التوازن اللي هي العمود 2 على العمود 3 هيطلع 4.72، والتاني 6 من 100 على 10 في 6 من 1000. في المحسوبة هنقسم 4.72 على 6 من 1000 787. بسم الله ما شاء الله رقم كبير أو أكبر من في النظرية بكتير. يبقى النموذج جوهري إحصائيا ككل وألفا بساوي 5%. منقدرش نقول ساحر للتنبؤ غير لما نعمل الاختبار التاني. لو كان الانحدار بسيط كنا قلنا النموذج صالح للتنبؤ. بس خلي بال حضراتكم قبل ما ننتقل لابد ان احنا نلاحظ ان 6 من 1000 دي عبارة عن تباين التقدير او تباين النموذج او تباين المعادلة او مربع الخطأ المعادل للتقدير او النموذج او المعادلة، لان ممكن يطلبها كمطلوب لوحده يوجد الخطأ المعيار للتقدير. طبعا هنا ناخدها كده ونسميها سيجما تربيع عشان هنستخدمها بعد ذلك. النوع التاني من الاختبارات الإحصائية اللي هي اختبار جوهرية كل متغير مستقل على حدة أو اختبار تي. ده 3 خطوات بنعملهم أو 3 مراحل. المرحلة الأولى بنجيب ألف 2 2 وألف 3 3 ونجيب عين ب 1 وعين ب 2 ونجيب ت 1 نجمة وت 2 نجمة. أول حاجة بنجيب ألف 2 2 وألف 3 3. ألف 2 2 ده عبارة عن القانون بتاعه 1 مقسوم على مجلسين ناقصين شرط كل تربيع وحايد ناقص بسط ومقام مجلسين ناقصين شرط كل تربيع 2. البسط بتاع مجلسين ناقصين شرط كل تربيع 2 اللي هو المجموع الأخضر مجلسين ناقصين شرط في سين ناقصين شرط حايد واتنينات. هتلاحظوا إن المقدار ده كله سينات مفهوش صادات خالص وكله مربعات. الأولاني يبدأ بمجلسين ناقصين شرطة كل تربيع وحايد، واللي قصاده الناحية التانية مجلسين ناقصين شرطة كل تربيع اتنينات، والبسط اللي هو مجلسين ناقصين شرطة في سين ناقصين شرطة اللي هو واحد واتنينات يبقى كل تربيع. يعني كأنه 1 على 56 ناقص 64 تربيع على 80. ألف 2 2 هيطلع 208 من 1000.
اما بالنسبه لالف 3 3 هو زي الف 2 2 بالظبط، ولكن ال 56 وال 80 هيروحوا مطرح بعض، يعني 56 مطرح ال 80 وال 80 يطلع تروح مطرح 56، الف 3 3 بيساوي 46. هم ليه سموهم الف 2 2 والف 3 3؟ ليه ما سموهمش الف 5 6 او الف 4 8 او اي حاجه؟ الف 2 2 دي معناها العنصر الموجود في الصف الثاني والعمود الثاني في معكوس مصفوفة المعاملات، وألف ثلاثة ثلاثة هي العنصر الموجود في الصف الثالث والعمود الثالث في معكوس مصفوفة المعاملات. طبعا احنا ما بنشتغلش بالمعكوسات بالمصفوفات، لو اشتغلنا بالمصفوفات تبقى العملية معقدة أوي وصعبة أوي، بس تجيب معكوس مصفوفة ثالثة ثلاثة. فاحنا بالطريقة دي بنجيب هذه العناصر بهذا القانون. الخطوة الثانية في اختبار جوهرية كل متغير مستقل على حدة، إن إحنا بنجيب عين ب واحد وعين ب اتنين، يعني الخطأ المعياري لب واحد والخطأ المعياري ب اتنين. إحنا بنسميها عين ب واحد هات وعين ب اتنين هات، لأن دي خطأ المعياري ب واحد هات وب اتنين هات. عين ب واحد بتساوي الجذر التربيعي، الألف اتنين اتنين في سيجما تربيعي اللي كنا جبناها من جدول تحليل التباين الحمراء اللي هي 6 من 1000. عين ب واحد بتساوي الجذر التربيعي لألف اتنين اتنين في سيجما تربيع، وعين ب اتنين الجذر التربيعي لألف تلاتة تلاتة في سيجما تربيع، يعني يطلعوا على التوالي 35 من 1000 وتلاتة من 100 اللي هي عين ب واحد وعين ب اتنين. يتبقى خطوة، الخطوة التالتة في إيجاد اختبار جوهرية كل متغير مستقل على حدة اللي هي ت واحد نجمة وت اتنين نجمة. عشان نجيب ت واحد نجمة وت اتنين نجمة، ت واحد نجمة هتساوي ب واحد على عين ب واحد، وت اتنين تساوي ب اتنين على عين ب اتنين، بس ده ابسولوت فاليو يعني بدون اشارات، الاختبارات كلها بدون اشارات. يعني كان ت واحد بتساوي ب واحد اللي هي من النموذج كانت سالب 2 من 10، هتبقى زائد 2 من 10 على 35 من 1000. عين ب واحد اللي جبتها قبل كده تبقى 75. طبعا كده انا بعمل قدامها صح، يعني اكبر من ت النظريه. وكذلك ت اتنين نجمه بتساوي ب اتنين على عين ب اتنين، يعني نص على 3 من 100 هتبقى 16.7. كذلك اكبر من ت النظريه، كل من ت واحد وت اتنين اكبر من ت النظريه، يبقى كل من س واحد وس اتنين يؤثر جوهريا في ص، وارفع على طول 5%. يبقى كده بالتالي نقدر نقول واحنا مطمنين ان النموذج قد اجتاز كل الاختبارات، اختبار المعيار الاقتصادي المسبق الى جانب اختبارات النظرية الاحصائية. يبقى النموذج يصلح للتنبؤ، وبالتالي عشان نتنبأ بقيمة ص بنعوض عن س واحد ب3 وس اتنين ب2، يبقى نقول ص هات بتساوي 228 من 1000 سالب 2 من 10 في 3 زائد 5 من 10 في 10. بسم الله الرحمن الرحيم. المطلوب الثاني بيقول لي إلى أي مدى يعتبر كل من س واحد وس اتنين مؤثرا في صواب، يعني عايز معامل التحديد، معامل التحديد المتعدد ر تربيع أو ر تربيع ص نقطة س واحد س اتنين، ر تربيع بين ص من ناحية وكل من س واحد س اتنين من ناحية، أو معامل التحديد المتعدد هتساوي المتغير المفسر قبل كده قلنا على التغير الكلي، أو هتساوي واحد من التغير المفسر اللي هو البواقي على التغير الكلي. فإذا التغير المفسر 9.44 من جدول تحليل التباين على التغير الكلي 9.5، يعني هتساوي معامل التحديد المتعدد 994 من 1000. معنى ذلك أن كل من س واحد وس اتنين يؤثران معا على ص بنسبة 99.4%
وأن هناك متغيرات أخرى تؤثر بنسبة بقية 100% اللي هي 6 من 10%. متغيرات أخرى يعني زي عدد أفراد الأسرة مثلا، سعر العملة الصعبة، حالة الجو، متغيرات تانية كلها تؤثر بمقدار 6 من 10%. بعد كده عايزين، لو احنا عايزين نستنتج معامل الاقتباس المتعدد اللي هو جذر التربية من معامل التحليل المتعدد، يعني ر ص نقطة س واحد س اتنين، يعني معامل الاقتباس بين كل من ناحية وكل من س واحد وس اتنين من ناحية أخرى تساوي الجذر التربيعي ل ر تربيع، يعني جذر التربيع 944,000 يعني 997 من 1000. خلي بالكم مكان النقط لما نقول ر ص نقطة س واحد وس اتنين نقطة بعد ص، لأن بعد كده هيبقى فيه كلام تاني، فلابد أن ساعتها تاخد بالك النقطة فين. ر عامل الارتباط بين ص من ناحية، يعني في النقطة س واحد س اتنين. المطلوب التالت عايز المرونات وتفسير معناها. المرونات انا عندي هنا متغيرين س واحد وس اتنين، يبقى عندي مرونتين. قبل كده في الانحدار البسيط كان عندي متغير واحد مستقل س واحد، يبقى عندي مرونة واحدة. لكن هنا طالما ان انا عندي س واحد وس اتنين يبقى عندي مرونتين، مرونة س واحد اللي هي المرونة الداخلية، مرونة س اتنين اللي هي المرونة س واحد اللي هي مرونة السعر، المرونة السعرية، مرونة س اتنين اللي هي مرونة الداخل أو المرونة الداخلية. المرونة كانت بتساوي ب في س شرطة على ص شرطة، لكن أنا عندي ب واحد وب اتنين، يبقى مرونة س واحد تساوي ب واحد في س شرطة واحد على ص واحد، مرونة ب اتنين هتساوي ب اتنين في س شرطة اتنين على ص شرطة. يبقى لازم نجيب ص شرطة س شرطة واحد وس شرطة اتنين. ص شرطة اللي هي الوصف الحسابي لص لما تجيب ص على ن، يعني 4.16% على 13.32%، وسين شرطة واحد 3.12% على 13 يبقى 24%، وسين شرطة اتنين يبقى 2.8% على 13 هتبقى 16%. وبالتالي فإن المرونة السعرية أو مرونة السعر أو مرونة سين واحد هتساوي ب واحد هات اللي هي سالب 2 من 10 في سين شرطة واحد 24% على 32%، دي هتساوي سالب 15%. معنى ذلك، خلي بالكم الإشارة هنا بالسالب، معناها إذا زاد السعر س واحد بمعدل 1% فإن هذا سيؤدي إلى ناقص، ناقص لأنها بالناقص، خلي بالك لو كانت بالزيادة يبقى تؤدي إلى زيادة ناقص المبيعات اللي هي ص بنسبة 15% مع بقاء العوامل الأخرى المؤثرة في المبيعات. تمام، وبنفس الطريقة تماما نستطيع إن إحنا نجيب مرونة الدخل أو مرونة سين اتنين أو المرونة الداخلية. مرونة سين اتنين هتساوي ب اتنين في سين شرطة اتنين على ص شرطة، أو نص في 16% على 25%، نص في 16% على 32%، يعني 25%. معناها إذا زاد الدخل س اتنين بمعدل 1% فإن هذا سيؤدي إلى زيادة الكمية، زيادة تؤدي إلى زيادة لأنها بالزائد، تؤدي إلى زيادة الكمية المباعة ص بنسبة 25% مع بقاء العوامل الأخرى المؤثرة في المبيعات كما هي. فمثال تالي
بيقول لك قدر نموذج انحدار متعدد للمبيعات لعينة عشوائية من 18 مفردة. خلي بال حضراتكم هنا العينة من 18 مفردة، التمرين الأولاني كان من 6 والتاني كان من 13 ده من 18. نلاحظ إن كل ما زاد حجم العينة، كل ما كبر حجم العينة كلما كان هناك احتمال أكبر لجوهرية النموذج، كلما كان حجم العينة صغيرا فإن هذا مدعى إلى أن تكون الاختبارات الإحصائية غير جوهرية إحصائية. كان حجم العينة 18، يقول لي النموذج كان فتات بتساوي 103 من 1000 ناقص 243 من 101 زائد 2 286 من 1000 سين 2. وصل لي معناها المبيعات، وسين 1 السعر، وسين 2 الدخل. طبعا حضراتكم هنا إشارة السعر سالبة وإشارة الدخل موجبة، يبقى النموذج كده يجتاز اختبارات النظرية الاقتصادية أو المعيار الاقتصادي المسبق. ومديني هنا المجاميع الستة، مج س ناقص س شرطة ف ناقص ص شرطة 1 3، ومج س ناقص س شرطة ف ناقص ص شرطة 5، يعني المجموع الأولاني والتاني السود مديهم 3 و5، والمجموعين التانيين الزرق 11 و16، والمجموع الأخضر مديهم 13، والمجموع مج س ناقص ص شرطة كل كفيلة، والمجموع الأحمر الأخراني اللي هو طار كل مديهم 6. المفروض أن النموذج قد اجتاز اختبار النظرية الاقتصادية. اه طبعا الحمد لله كده بيوفر عليها اختبار. والمطلوب التنبؤ بقيمة المبيعات إذا كانت سين 1 بتساوي 3 وسين 2 بتساوي 5، إذا كان فيه النظرية بتساوي كذا وفيه تاني النظرية بتساوي كذا. طبعا هنا بيقول لي المطلوب التنبؤ، التنبؤ قبل التنبؤ لابد من إجراء الاختبارات الاقتصادية والإحصائية. طبعا الاختبار الاقتصادي هو قال لي خلاص انا عملته وطلع نموذج اجتاز اختبار النظرية الاقتصادية، يبقى قبل ما اتنبأ لابد، رغم انه ما طلبش الاختبارات، لابد ان انا اختبر حتى لو لم يطلب، طالما طالب التنبؤ لابد من الاختبارات، لابد ان انا اجري الاختبارين بتوع النظرية الإحصائية، اختبار جوهرية النموذج ككل وكذلك اختبار كل متغير مستقل على حد. فنعمل الاختبارات دي. الاختبار أول حاجة اختبار جوهرية النموذج ككل كان 3 خطوات، بنجيب التيار الرجل الانحدار لو به 1 في المجموع الأولاني زائد به 2 في المجموع التاني. به 1 يعني ناقص 243 من 100 في 3 زائد به 2 2 286 في 5 يطلع 4 و14 في 100. خلي بالكم لابد إن ده يطلع رقم موجب لأن مجموع مربعات. الخطوة التانية بجيب التيار الكلي اللي هو مقاس ناقص الشكل الكلي تربيع اللي هو الأحمر اللي هو كان بيساوي 6. الخطوة التالتة بقى هنشوفها دلوقتي. الخطوة التالتة بنعمل جدول تحليل التباين. جدول تحليل التباين زي ما حضراتكم عارفين عبارة عن 5 أعمدة اللي هو الأنوفا تيبل، مصدر التغير ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات أو التباين وفيه نجمة المحسوبة. مصدر التغير رجل الانحدار والبوائي وكلي أو اس اس ار و اس اس اي و اس اس توتال. أنا جبت تغير رجل الانحدار كان 4 14 من 100 وكلي 6، يبقى البوائي اللي هو الفرق بينهم 1 و86. درجات الحرية كاف ناقص 1 اللي هو 2، يعني 3 ناقص 1 ب2، المتغيرات كانت ص و س 1 و س 2 يبقى 3 ناقص 1 ب2، ون ناقص ك 18 ناقص 3 ب15، ون ناقص 1 ب17. متوسط المربعات او التباين اللي هي العمود 2 على العمود 3، يعني 4 و14 من 100 على 2 و1 و86 على 15. في المحسوبه بقسم ال 2 و7 من 100 على 1 وعلى 124 من 1000 هتطلع 16 و69. دي طبعا اكبر من فيه النظرية، فيه المحسوب أكبر من فيه النظرية، يبقى نموذج جوهري إحصائيا ككل. ما أقدرش أقول ما أصلح للتنبؤ لأن لا يصلح للتنبؤ إلا إذا عملت الاختبار التالت.
بس قبل ما انسى ان الرقم اللي هو 124,000 دوت اسمه صدمة تربيع او تباين التقدير او تباين المعادلة او تباين النموذج او مربع الخطأ المعيار للتقدير او المعادلة او النموذج، لانه ممكن يطلب يقول لك اوجد الخطأ المعيار للتقدير او المعادلة او النموذج، طبعا اللي هو الرقم سيجما تربيع ده، سيجما تربيع التباين او مربع الخطأ المعياري. يبقى الخطأ المعياري جذره، يعني لو عايز الخطأ المعياري للتقدير يعني جذر التربيع 124,000. النوع الثاني من الاختبارات الإحصائية اللي هي اختبار جوهرية كل متغير مستقل على حدة، قلت لحضرتك قبل كده بنعمله على 3 خطوات، بنجيب ألف اتنين اتنين وألف تلاتة تلاتة وعين به واحد وعين به اتنين وت واحد نجمة وت اتنين نجمة، ده عشان أعمل الاختبار الإحصائي التاني. بنجيب ألف اتنين اتنين وألف تلات تلاتة اللي هي الخطوة الأولانية. ألف اتنين اتنين زي ما قلت لحضرتك قبل كده كسر كبير قوي، البسط عبارة عن واحد والمقام عبارة عن مقاسين ناقصين شرط كل تربيع وحايد ناقص بسط ومقام، المقام مقاسين ناقصين شرط كل تربيع اتنين، والبسط بتاعتها مقاسين ناقصين شرط في س ناقصين شرط وحايد واتنين. المقدار ده كله سينات وكله مربعات، يعني كان واحد على 11 ناقص 13 تربيع على 16 هتطلع 2,286، وألف تلاتة تلاتة زيها بالظبط، بس الحداشر والستاشر هيروحوا مطرح بعض، ألف تلاتة تلاتة هتطلع 1,571. تاني خطوة بجيب عين به واحد وعين به اتنين، عين به واحد اللي هو الخطأ المعياري المعامل به واحد بيساوي جذر التربيع ألف اتنين اتنين في سيجما تربيع، وعين به اتنين جذر التربيع ألف تلاتة تلاتة في سيجما تربيع. سيجما تربيع اللي هي الحمراء اللي كانت من جدول توزيع التباين تحليل التباين، عين به واحد بتساوي 532,000 وعين به اتنين بتساوي 441,000. خلي بالك ان هو ممكن يديك في التمرين يقول لك اذا علمت ان الخطأ المعياري للتقدير اللي بينه الخطأ المعياري اللي به واحد بتساوي كذا والخطأ المعياري اللي به اتنين بتساوي كذا، او تباين به واحد بتساوي كذا وتباين به اتنين بتساوي كذا، فانت هتوفر الكلام ده كله، مش هتجيب 1,022 و 1,033 هتشتغل على طول، هتجيب الخطوة الأخيرة اللي هي ت واحد نجمة وت اتنين نجمة. ت واحد نجمة تساوي ب واحد اللي هو المعامل اللي موجود في التمرين اللي هو ناقص 243,000 على عين ب واحد 532,000، ولكن احنا بناخده كقيمة مطلقة يعني بدون إشارات، يعني بناخد 243 بدون إشارة بالزائد يعني على 532 هتطلع 457. ت واحد نجمة بقى معناها صح، معنى ذلك إن ت واحد أكبر من ت النظرية. الحمد لله، يا رب تطلع ت اتنين برضه أكبر من ت النظرية عشان نقدر نقول إن النموذج كده ينفع نتنبأ منه. ت اتنين بتساوي ب اتنين على عين ب اتنين، ب اتنين اللي هي من نموذج اتنين 286 على 441 هتطلع 5,500. الحمد لله رب العالمين، أكبر من ت النظرية وحط عليها إيه صح. يعني إذا كل من ت واحد وت اتنين أكبر من تي النظرية. لو لاحظت ان كل من تي واحد نجمة وتي اتنين نجمة اكبر من تي النظرية الاتنين، ما ينفعش لو واحد اكبر واحد اصغر يبقى ما ينفعش. اذا كل من سين واحد وسين اتنين يؤثر جوهريا في صاد والفا بتساوي 5%. إذا النموذج في هذه الحالة نقدر نقول إن هو يصلح للتنبؤ، لأنه اجتاز كل الثلاث اختبارات. الاختبار الأولاني هو قال لي خلاص اجتاز، اللي هو اختبار النظرية الاقتصادية، والاختبارين التانيين أنا عملتهم وطلعوا ماشيين. بعد كده هتنبأ بقيمة ص لما س واحد بتساوي 3 وس 2 بتساوي 5، أقعد في النموذج لو مديهوني ص بتساوي 103,000 ناقص 243 في 3 اللي هي بدل س 1 زائد 286 في 5 اللي هي بدل س 2. بعد كده بيقول لي إلى أي مدى المسلوب الثاني، إلى أي مدى يعتبر كل من س 1 وس 2 مؤثرا في ص، يعني هات معامل التحديد المتعدد. المطلوب الثاني إيجاد معامل الارتباط المتعدد. طبعا معامل الارتباط اللي هو جذر معامل التحديد، ف
هنا معامل التحديد المتعدد لو له تربيع أو له تربيع ص نقطة س واحد س اتنين هتساوي التغير المفصل على التغير الكلي. التغير المفصل من جدول تحليل التباين 4 و14 على التغير الكلي 6 يبقى 69%. معنى ذلك إن كل من س واحد وس اتنين يؤثران معا على المبيعات ص بنسبة 69%، وهناك متغيرات أخرى تؤثر بنسبة 31% اللي هي بقية الواحد الصحيح، يعني واحد صحيح ناقص 69% 31%. معامل الارتباط المتعدد بقى اللي هو ر ص نقطة س واحد س اتنين يساوي الجذر التربيعي لعامل التحديد المتعدد، يعني الجذر التربيعي 69% يعني هتساوي 83%. المطلوب الثالث بيقول لي اوجد المرونات وفسر معناها اذا كان مج ص بتساوي كذا ومج س واحد بتساوي كذا ومج س اتنين بتساوي كذا. طبعا هو هدفه ان مج ص ومج س واحد ومج س اتنين اجيب الوسط الحساب لكل منهم، بجيب ص شرطة هتساوي مج ص على نون على 18 في 8، وس شرطة واحد مج س واحد على نون 72 على 18 في 4، س شرطة 2 54 على 18 في 3. مرونة س واحد هتبقى ب واحد في س شرطة واحد على ص شرطة، يعني سالب 2 و43 في س شرطة واحد 4 على 8 فيها سالب 1 و25. معنى ذلك إذا زاد السعر س واحد ومعدل 1% فإن هذا سيؤدي إلى ناقص، لأنها بالناقص ناقص الكمية المطلوبة ص بنسبة 1.215% مع بقاء العوامل الأخرى المؤثرة في الطلب أو في المبيعات كما هي. بنفس الطريقة نستطيع إن إحنا نجيب مرونة الدخل أو المرونة الداخلية أو مرونة س اتنين. مرونة س اتنين هتساوي ب 2 في س شرطة 2 على ص شرطة، يعني 2 و286 في 3 على 8 هتطلع كام يا ربي؟ هتطلع كام دي؟ هتطلع أي رقم بقى أيا كان. سلام، احنا عايزين نجيب معامل الارتباط المتعدد من معاملات الارتباط البسيطة. احنا جبنا قبل كده معامل الارتباط المتعدد من الجذر التربيعي ومعامل التحديد، فنفرض ان احنا ما عندناش لا جدول تحليل التباين ولا معامل التحديد ولا عملنا انحدار خالص، عايزين نجيب معامل الارتباط المتعدد اللي هو ر ص نقطة س واحد س اتنين. ده ببساطة شديدة جدا ممكن نقول معامل الارتباط المتعدد من معاملات الارتباط البسيطة. معاملات الارتباط البسيطة اللي هي معامل الارتباط بين ص وس واحد، ومعامل الارتباط بين ص وس اتنين، ومعامل الارتباط بين س واحد وس اتنين. معامل الارتباط البسيط بين ص وس واحد يبقى اسمه ر ص س واحد، ومعامل الارتباط البسيط بين ص وس اتنين اسمه ر ص س اتنين، ومعامل الارتباط بين س واحد وس اتنين يبقى ر س واحد س اتنين. اللي هو معامل ارتباط بيرسون القديم بتاع زمان، اللي هو كان معامل ارتباط بيرسون ر بين ص وس واحد كنا بنكتبه ر بس لان احنا ما كانش عندنا غير ص وس. معامل ارتباط البسيط بين ر بين ص وس كان بيساوي معامل ارتباط كان بيساوي مج س ناقص س شرطة في ص ناقص ص شرطة على الجذر التربيعي لمج س ناقص س شرطة كل تربيع في الجذر التربيعي لمج ص ناقص ص شرطة كل تربيع. لو عمل الارتباط البسيط بتاع بيرسون بتاع زمان بتاع سنة تانية، هنا بس هنزود معامل الارتباط البسيط بين ص وس واحد فهنكتب تحتيها ر ص س واحد، والبسط عبارة عن مج ده المج س ناقص س شرطة في ص ناقص ص شرطة على الجذر التربيعي لمج س ناقص س شرطة كل تربيع في الجذر التربيعي لمج ص ناقص ص شرطة كل تربيع. هو نفس القانون بالظبط بس كل س نديها واحد 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 واحد. ومعامل الارتباط بين ص وس اتنين هي برضو بس كل س نديها اتنين 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 اتنين. ومعامل الارتباط البسيط برضو بين س واحد وس اتنين اللي هو ر س واحد س اتنين
هتبقى مد سين ناقص سين شرطة في صاد ناقص في سين ناقص سين شرطة سين ناقص سين شرطة في سين ناقص سين شرطة. القوس الأولاني وحايل والتاني اتنينات لو الله أخضر عملناها قبل كده. على جذر التربيع المد سين ناقص سين شرطة كل تربيع وحايل، في جذر التربيع المد سين ناقص سين شرطة كل تربيع اتنينات. المهم هو بيديك معاملات الاقتصاد البسيطة، بيقول لك إذا علمت أنا ر ص س 1 بتساوي كذا، و ر ص س 2 بتساوي كذا، و ر س 1 س 2 بتساوي كذا، وعايز معامل الارتباط المتعدد. فهنا ببساطة شديدة جدا عشان نحفظ القانون، ر ص نقطة س 1 س 2 لو المتعدد تساوي الجذر التربيعي لبسط ومقام. احنا نحفظه، نحفظ القانون وبعد كده نشوف ايه الحكايه. الجذر التربيعي البسط عباره عن ر تربيع زائد ر تربيع ناقص 2 ثلاث رهات في بعض على 1 ناقص ر تربيع. ر تربيع زائد ر تربيع ناقص 2 ثلاث رهات في بعض على 1 ناقص ر تربيع. ر تربيع الاولانيه بين ص وس 1، ر تربيع الثانيه بين ص وس 2، ر تربيع اللي تحت بين س 1 وس 2 ناقص 2 ثلاث رهات في بعض. ثلاث رهات دي عباره عن الاولانيه بين ص وس 1، الثانيه بين ص وس 2، والثالثه بين س 1 وس 2. بكده نستطيع أن نحصل على معامل الارتباط المتعدد من معاملات الارتباط البسيطة. يعني نقدر نجيب معامل ارتباط متعدد بطريقتين، الطريقة الأولانية بالانحدار ده لو كان عندي انحدار، الطريقة التانية من معاملات الارتباط البسيطة لو كان عندي معاملات الارتباط البسيطة. مثال على الكلام السابق، بيقول عين عشوائية من 8 مفردات يعني ن بتساوي 8، وكان معامل الارتباط البسيط الأولاني بين ص وس 1 بتساوي 77%، ومعامل الارتباط البسيط التاني بين ص وس 2 86%، ومعامل الارتباط البسيط التالت بين س 1 وس 2 بتساوي 36%، ومديني مقدسات ناقصات شتى كل تربيع اللي هو الأحمر اللي هو بتاع التغير الكلي مدوني 70، ومطلوب مني كذا حاجة بقى الحقيقة. أول حاجة عايز معامل الارتباط المتعدد وتفسير معناه واختبار جوهريته إحصائيا. إذا علمت أن فيه بدرجات حرية 2 و5 بتساوي 75%، وجد معامل التحديد المتعدد وتفسير معناه. إذا علمت أن ص معناها المبيعات، وس 1 معناها الدخل، وس 2 معناها عدد الأفراد الأسرة. طبعا عشان نحل أنا عندي التلات معاملات ارتباط، الأولاني والتاني والتالت، الأولاني بين ص وس 1، التاني بين ص وس 2، والتالت بين س 1 وس 2. معامل ارتباط المتعدد بتساوي الجذر التربيعي، ر تربيع زائد ر تربيع ناقص 2 تلات رهات في بعض على 1 ناقص ر تربيع. ريه التربيع الأولانية 77%، 77% تربيع، التانية 86% زائد 86% تربيع، ناقص 2 التلات رهات في بعض على 1 ناقص ريه بين س 1 وس 2 ريه تربيعي 31% تربيع. طبعا معامل الارتباط المتعدد هنا هيطلع 99% بالزائد، طبعا لازم يطلع بالزائد. يبقى إذا هناك تفسير بقى معامل الارتباط 99% ايه؟ هناك علاقة طردية قوية يعني 99% قوية جدا كمان بين كل من ص من ناحية وكل من س 1 وس 2 من ناحية أخرى. ده معنى معامل الارتباط المتعدد. هو قال لي هات معامل الارتباط المتعدد مش تفسير معناه. اختبار جوهريته بقى، بنختبر جوهريته باستخدام جدول تحليل التباين. جدول تحليل التباين قبل ما نجيبه كنا بنعمل ثلاث خطوات، بنجيب التغير الكلي لو مقصاد ناقصات شرط كل تربيع لو مدوني لو بيساوي 70، ونجيب التغير الراجع للانحدار لو بيساوي ب 1 في مقاسين ناقصين شرط في صاد ناقصات شرط او حاجه زي ب 2 في مقاسين. بس هنا مفيش ب 1 ولا 2 شرط واحد ولا حاجه خالص، ففي قانون تاني للتغير الراجع للانحدار. قانون تاني للتغير الراجع للانحدار ده بيساوي مد ص ناقص ص شرطة كل تربيع في ر تربيع بقى اللي جبتها قبل كده. مد ص ناقص ص شرطة كل تربيع اللي هي 70 في ر تربيع 99 مية تربيع، دي هتطلع 68 و607.
يبقى دلوقتي بالنسبة للتدرج الانحدار، في الانحدار المتعدد كده ليه قانونين، به واحد في المجموع الأولاني زي به اتنين في المجموع التاني، أو مجسد نستطيع كل تربيع لتيار كلي في ره تربيع معامل الارتباط المتعدد تربيع. بنعمل جدول تحليل التباين، وزي ما حضراتكم عارفين جدول تحليل التباين ده 5 أعمدة، مصدر الطاير ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وفي النجمة المحسوبة. في تدرج الانحدار بواي وكلية و اس اس ار و اس اس ايرور و اس اس توتال. انا جبت اس اس توتال اللي هو 70، والرجل الانحدار 68 و607، البواقي الفرق بينهم 1 و693. درجات الحرية برضه هي كاف ناقص 1 ومون ناقص كاف ومون ناقص 1، يعني 2 و5 و7. متوسط المربعات العمود 2 على عمود 3، العمود 2 على عمود 3، في المحسوبة بتساوي 34 على 276، تطلع 122. طبعا في المحسوبة بسم الله ما شاء الله كبيرة أكبر من في النظرية. يبقى معامل الارتباط المتعدد جوهري إحصائيا، طبعا كل شغلنا على ألفا بتساوي 5%. هو اللي هات معامل الارتباط المتعدد واختبر جوهريته، وهات معامل التحديد المتعدد وفسر معناه. معامل التحديد المتعدد اللي هو مربع معامل الارتباط المتعدد. معامل الارتباط المتعدد كان 99%، يبقى معامل التحديد المتعدد 99% تربيع، يعني 98%. معنى معامل التحديد بيحدد النسبة المئوية التي تعطي سين وصاد، سين واحد وسين اتنين بيأثر كام في المية في صاد، فإذا أقول له كل من سين واحد وسين اتنين يؤثران معا في صاد بنسبة 98%، وهناك متغيرات أخرى تؤثر بنسبة 2% اللي هي بقية 98%. آخر حاجة، في حاجة اسمها معامل الارتباط الجزئي partial correlation. معامل الارتباط الجزئي معناه يعني معامل الارتباط الجزئي يعني معامل الارتباط الجزئي معناه معامل ارتباط بين صاد وسين واحد مع استبعاد تأثير سين اتنين. تكتب كده ر صاد سين واحد نقطة سين اتنين، معامل ارتباط بين صاد وسين واحد نقطة سين اتنين. يبقى أنا عندي كده 3 معاملات ارتباط. معامل الارتباط البسيط اللي هو بين صاد وسين واحد أو بين صاد وسين اتنين بين متغيرين أو سين واحد وسين اتنين، وفي معامل الارتباط المتعدد يعني سين واحد وسين اتنين يؤثران معا في صاد اللي هو ر صاد نقطة سين واحد سين اتنين. في معامل الارتباط الجزئي اللي هو ر صاد سين واحد نقطة سين اتنين، يعني معامل الارتباط بين صاد وسين واحد مع استبعاد تأثير سين اتنين، أو ر صاد سين اتنين نقطة سين واحد، يعني معامل الارتباط الجزئي بين صاد وسين اتنين مع استبعاد تأثير سين واحد. معامل الارتباط الجزئي دوت مهم جدا جدا جدا، يعني لو عندي حاجتين بيأثروا بنستبعد، ممكن نستبعد واحد ونشوف التأثير التاني قد ايه. يعني مثلا هنا على سبيل المثال عشان نجيبه، ده هيساوي ر ناقص ر على جذر ر، عشان احفظه عشان يبقى سهل بالنسبة لي. ر ناقص رهين على جذرين، الجذر الأولاني 1 ناقص ر تربيع، الجذر الثاني 1 ناقص ر تربيع، يبقى ره ناقص رهين على جذرين 1 ناقص ر تربيع 1 ناقص ر تربيع تحت الجذر. بعد كده أوزع الصادات والسينات، الره الأولانية بين صاد وسين واحد اللي في البسط، والره اللي بعديها بين صاد وسين اتنين، الره التالتة بين سين واحد وسين اتنين. اللي تحت الجذر بقى الره التربيع الأولانية بين صاد وسين اتنين، والتانية بين سين واحد وسين اتنين. يعني الرهات اللي هي اللي بعد الناقص، يبقى ره الأولانية بين صاد وسين واحد، التانية بين صاد وسين اتنين، والتالتة بين سين واحد وسين اتنين. الرهين التربيع اللي تحت الجذر الأولانية بين
صاد وسين اتنين والتانية بين سين واحد وسين اتنين زي ما حضراتكم شايفين. أنا كاتب القانون على مرحلتين عشان حضراتكم تاخدوا بالكم من هذا الكلام. فمثال في التمرين السابق اللي هو كان مديني معاملات الارتباط البسيطة على التوالي، معامل الارتباط البسيط بين صاد وسين واحد 77%، والتانية بين صاد وسين اتنين 86%، والتالت بين سين واحد وسين اتنين بيساوي 36%. بيقول لي من التمرين السابق وكان مديني كمان نون بتساوي 8 اللي هو حجم العينة. انا عايز معامل ارتباط الجزء بين ص و س واحد مع استبعاد تأثير س اتنين اللي هو مع استبعاد تأثير يبقى جزئي. معامل ارتباط بين ص و س واحد مع استبعاد تأثير س اتنين يتكتب كده ر تحتيها ص س واحد نقطه س اتنين، نقطه يعني مع استبعاد تأثير. لو كان عايز معامل ارتباط بين ص و س اتنين مع استبعاد تأثير س واحد يبقى ر ص س اتنين نقطه س واحد. عايز معامل ارتباط الجزء بين ص و س واحد مع استبعاد تأثير س اتنين تفسير معناه واختبار جوهرته احصائيا وايجاد معامل التحليل الجزئي وتفسير معناه ومديني ان ت النظريه تساوي 2.57. فهنا مديني التلات معاملات الارتباط اللي هي اللي فاتت، معامل ارتباط بين صاد وسين واحد، ومعامل ارتباط بين صاد وسين اتنين، ومعامل ارتباط بين سين واحد وسين اتنين. فقول له والله معامل ارتباط الجزئي بين صاد وسين واحد مع استبعاد تأثير سين اتنين اللي هي ر صاد سين واحد نقطة سين اتنين ده هيساوي على حسب القانون اللي أنا حافظه ر ناقص ر هنا على جذرين، واحد ناقص ر تربيع وواحد ناقص ر تربيع تحت الجذر. ر الأولانية بين صاد وسين واحد، والتانية بين صاد وسين اتنين، والتالتة بين سين واحد وسين اتنين. يعني ر ناقص ر على جذرين، ر الأولانية 77% ناقص 86% في 86% على الجذر التربيع الواحد ناقص التاني اللي هو 86% تربيع في واحد ناقص التالت 36% تربيع، دي تطلع 97%. معناه ما دام بالزائد دي علاقة طردية، لو ناقص يبقى علاقة عكسية، معناه إن هناك علاقة طردية و97% يبقى قوية جدا بين ص و س واحد مع استبعاد تأثير س اتنين. بالنسبة لاختبار جوهرية معامل الارتباط الجزئي، انتوا حضراتكم فاكرين في سنة تانية خدنا اختبار جوهرية معامل الارتباط البسيط بتاع بيرسون، كنا بنختبره بت المحسوبة بتساوي ر في الجذر التربيع ل ناقص 2 على الجذر التربيع ل 1 ناقص ر تربيع، ده بدون اشارات ابسوليوت فاليو يعني الاجابة تطلع بالزائد دايما. ولو طلعت القيمة أكبر من ت النظرية يبقى معامل الارتباط جوهري إحصائيا، وأصغر يبقى معامل الارتباط لأ مش جوهري إحصائيا. إيه الفرق بين هذا الاختبار واختبار معامل ارتباط بيرسون البسيط اللي هو كان بين متغيرين اتنين؟ الفرق الوحيد بينهم إن ت بتساوي ر في جذر التربيع ن ناقص 3 مش ن ناقص 2، عشان كده نكتبها بالأحمر. انا مصلحها بالاحمر. معامل الارتباط البسيط لبيرسون اللي بين متغيرين اتنين بس تبقى ن ناقص 2 لان متغيرين اتنين بس، لكن هنا طالما ان انا عندي ثلاث متغيرات ص و س واحد س اتنين يبقى ن ناقص 3، يبقى نفس الاختبار بالظبط من جبتين المحسومه بتساوي قيمه مطلقه عباره عن ر في الجذر التربيع ن ناقص 3 على جذر التربيع الواحد ناقص ر تربيع، طلعت أكبر من ت النظرية يبقى معامل ارتباط جوهري، أصغر يبقى معامل ارتباط مش جوهري احتوائي. وبالتالي ببساطة شديدة جدا جبت محسوبة طبعا قائمة مطلقة 97% اللي هي معامل الارتباط الجزئي في جذر التربيع ن ناقص 3 8 ناقص 3 ب 5 على جذر التربيع ال 1 ناقص ر تربيع 1 ناقص 97% تربيع هتطلع 98%. طبعا 98% دي ت المحسوبه اكبر من ت النظريه، يبقى معامل الارتباط الجزئي جوهري. ده الاختبار معامل الارتباط الجزئي، حيث ان ت نجمع المحسوبه اكبر من ت النظريه ومعامل الارتباط الجزئي
جوهر إحصائيا، وألف على طول 5%. معامل التحديد الجزئي اللي هو مربع معامل ارتباط الجزء، اللي هو حضراتكم عبارة عن 97% تربيع بقى، لأن ارتباط الجزء كان 97%، يبقى ده 97% تربيع، هيطلع 94%. معناه ايه بقى؟ معناه ان س واحد يؤثر في ص بنسبة 94%، وذلك بعد استبعاد تأثير س اتنين، وأن هناك متغيرات أخرى تؤثر بنسبة بقية 100% بقى اللي هي 6%. ملاحظة، في التمرين السابق ممكن أقول له أوجد معامل ارتباط الجزء بين ص وس اتنين مع استبعاد تأثير س واحد، وفسر معناه. يبقى معامل ارتباط الجزء بين ص وس اتنين مع استبعاد تأثير س واحد بيتكتب كده، ر ص س اتنين نقطة س واحد. وهنا مديني 3 معاملات ارتباط، يبقى هتتوزع ر ناقص ر على جذرين، واحد ناقص ر تربيع، واحد ناقص ر تربيع. بنبدأ بقى أول واحد ص س اتنين، اللي بعديه ص س واحد، اللي بعديه س واحد س اتنين، اللي تحت الجذر بقى ص س واحد وص س اتنين. يعني كأنه ممكن نقول يبقى هيساوي 86% سالب 77% في 36% على جذر التربيع الواحد ناقص 77% تربيع في جذر التربيع الواحد ناقص 36% تربيع.